عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل يسأل يقول: امرأة وضعت جنينا ميتا عمره 9 شهور، سأل الله أن يجعله شافعا مشفعا فرط الليالي وفي كفالة إبراهيم، وأهل الجنين قاموا بدفن الجنين ولم يصلي عليه، ما الحكم في ذلك؟ لا مانع يروحون يصلون عليه عند القبر. أخطأوا طبعا، لا شك أنهم أخطأوا، صلاة الجنازة فرض على الكفاية، إذا فعلها البعض تسقط على الباقين، وإذا تركوها جميعا أثموا، لا شك أنهم أثموا، وربما جهلا في ذلك، لكن هم في بلد فيه أهل العلم، فعليهم أن يسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا السقط الذي نزل في هذا العمر هذا جنين مكتمل، فمن السنة فيه أن يغسل ويكفن ويسمى ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين ويدفن في في قبر مستقل، وأن يعق عنه، تذبح ذبيحتان عنه، بل وإن استهل صارخا فإن له في الميراث، سبحان الله، يعني إن استهل صارخا فإنه يرث ويورث، يرث ويورث. وعلى ذلك أنهم أخطأوا، فيذهبون عند قبره ويصلون عليه صلاة الجنازة، كما جاء ذلك في المرأة التي دفنت، كانت تقوم المسجد في الصحيح أنها دفنت رضي الله عنها، ولم يؤذن النبي بذلك لأنه كان وقت قيلولة، فقال دلوني على قبري وصلى على قبري صلاة الجنازة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله المستعان.